على بركة الله، على بركة الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب على خطى المحبوب وارض المعبود. الحمد لله الكريم المنان، أعد لعباده من أهل التقى والصدق والإيمان جنات هي سلعة الرحمن، من لؤلؤ وياقوت ومرجان، فيها من الحور والخيرات الحسان ما يعجز عن وصفه القلم واللسان. بشر بها تبارك وتعالى التائبين إليه من الذنوب والعصيان، العائدين إلى ربهم من بعد التقصير والهجران. وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الرحمن، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا العدنان، فصيح اللسان رقيق الجنان، فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أولي البر والإحسان. أما بعد أحبتي في الله، فحديثنا اليوم عن سلوة الأحزان وحياة القلوب، حديث لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس. عزت دار الفردوس من دار مقام، وجل فيها المبتغى والمرام، دار وجنان تبلغ النفس فيها منيتها ومناها، غرف مبنية طابت للأبرار منازلها، وسكناها جل وتقدس من سواها وبناها. يا ابن آدم تزود من الدنيا وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ مرحبا بكم ضيوفا أعزاء كراما، مرحبا بمشاهدينا في حصة على بركة الله في عدد جديد منه، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لنا ولكم ذخرا عنده يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العفو من شيم الكرام، العفو أمر عظيم لا يتحلى به إلا المتقون، لمن يملكون قلباً طاهراً طيباً خالصاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله جل وعلا به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أن تحلم على من جهل عليك، وأن تعفو على من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تغفر لمن ظلمك. العفو أمر عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والله ما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عزة. الحلم هو أمر جميل، مدح الله جل وعلا نبينا إبراهيم عليه السلام، يقول سبحانه: وإن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم ذاك النبي الكريم هو خليل الله جل وعلا، كان أباه يصنع الأصنام ويصد عن سبيل الله جل وعلا، فكان داعيا حكيما حليما. يقول الله جل وعلا في حوار إبراهيم مع أبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، في لفظ التلطف في الكلام، يا أبتي، ليس يا أبي بل تلطفا في الكلام، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. واسمع ما كان رد أبيه عليه، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وانظر قمة الخلق والأدب. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، واصفح يصفح لك الله جل وعلا يوم القيامة، واعفو يعفو الله عنك، واغفر يغفر لك الله جل وعلا يوم القيامة،
ومن فرج على أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. ومن أعظم قصص العفو أن علي بن الحسن رحمه الله الذي هو من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكانت عنده جارية تسقيه الماء فسقط الإناء من يدها فوقع على رأسه فشجه يعني جرحه فنظر إليها نظرة المغضب قالت والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله جل وعلا. والعفو هو خصلة لا يؤتيها الله جل وعلا إلا لعباده المتقين. ذكر في أهل السير عند أهل السير والمغازي أنه قدم نفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم رجل اسمه الأشج بن عبد قيس، فلما قدموا ووصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أقبل القوم عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه. أما هذا الرجل الأشج فقد استبطأ الأمر حتى عقل الفرس وعقل أحصنة القوم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه متعجبا قال أهذا خادمكم؟ قالوا لا بل هو سيدنا. قال حق له أن يسودكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أمرا عظيما قال إن الله يحب فيك صفتان، إن الله يحب فيك صفتان الحلم والأنات. فسأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أجبلت على ذلك أم مطبع؟ قال بل جبلك الله عليهما فاحمد الله جل وعلا. والجبل يعني خلقت على ذلك أو على تلك الصفات، فهذا من فضل الله جل وعلا على الإنسان. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما وفضلا وعبادة وأن يرزقنا عفوا وكرما وجودا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أعظم قصص العفو أنه كان ملك من ملوك اليمن يسمى المنذر ابن ماء السماء. وكان هذا الرجل له يوم يفرح فيه ويوم يغضب فيه، فإن صادف يوم فرحه رجل أعطاه مالا وأجزله وأعطاه وأكرمه، وإن صادفه يوم من غضبه قتل ذلك الرجل من أول ما رآه. فصادف أن لقي رجل في يوم الغضب فأراد أن يقتله، فبكى إليه الرجل قال اتركني حتى أودع أهلي ثم أرجع إليك. قال أرأيت إن تركناك ألا تعود؟ قال سوف أعود إن شاء الله. فلم يشأ أن يتركه. وعند هذا الملك وزير صالح، فاستأمن الوزير وأمنه قال إن لم يعود الرجل اترك الرجل يذهب إلى أهله لكي يودعهم، فإن لم يعد فاقتلني بدله. وأمهله 3 أيام. وبعد 3 أيام والناس ينتظرون إلى الموعد لم يأتي الرجل، فأراد الملك أن يبطش بوزيره، فلما أقبل عليه لكي يبطش به وإذا بالرجل يعود وينادي ويصيح، فتعجب الملك منه تعجبا عظيما قال أو أتيت وتعلم أنك سوف تموت؟ قال لا تعجل علي. قال لما حملك أن تعود؟ قال كرهت أن يقول انقطع العهد والميثاق بين الناس. ثم نظر الملك إلى الوزير قال ولما أمنته وأنت لا تعرفه؟ قال كرهت أن يقول الناس انقطع الوفاء بين الناس. ثم عفى الملك. فلما سألوه لما عفوت قال كرهت أن يقول انقطع العفو بين الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول له الله ويحك أعفو عن أخيك؟ قال لا أعفو عليه يا رب. ويحك أعفو عن أخيك؟ قال لا أعفو عليه يا رب. فيرفع الله جل وعلا له قصرا ما بين عينيه فيشخص فيه ويقول ربي لأي نبي هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال هو لك ولكن بعفوك عن أخيك. أتممنا وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته مناح خمري وأورق عود،
وفي عدد قادم إن شاء الله جل وعلا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.